إذا معنا ملكة مباشرة من تيزنيت. ملكة صباح الخير. صباح الخير. لاباس عليك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك ملكة. كنشكرك بزاف. أكيد أنت إن شاء الله نسقنا معك باش تشاركي معنا الأسبوع المقبل، ولكن اليوم بغيناك أنك تقدمي لنا اقتراحات اللي هما ناقصين من السكر أو لا ما فيهمش السكر إن شاء الله. إيه واخا أختي سناء، شكرا. بالنسبة لأختي لهذيك الأخت اللي طلبات المدرسة أيه؟ لولدها، فصراحه بقات لي هذاك الوليد. اييه صراحه كنتمنى تكون في الاجتماع، عطيناها وصفات ما فيهاش السكر نهائيا، فيها غير الحلاوات الطبيعيه بحال التمر والزبيب هكا الى اخره. بدا بداك المادلين اللي طلبت. اييه المقادير عندنا ثلاثه البيضات. ثلاثه البيضات اييه نعم، كاس عصير الليمون. كاس عصير الليمون احسن نستعمل داك الليمون اللي شوي شويه. اييه نعم. كاس الزيت. كاس ديال الزيت. جوج خمارات. جوج خمارات. جوج معالق كبار حليب بودره. اييه نعم. قرصه الملح. قبيصه ديال الملح. اييه نعم. قشره الليمون. قشور الليمونه. عندنا الدقيق حسب الخليط. اييه يكون خليط خفيف شويه. هنا الكويكتات كبار اللي خاصين بالمادلين. مادلين اييه نسيو الحشو. اييه ربعه ديال العجين ديال التمر. ربعه ديال التمر. داك العجين. اييه اي العجين ديال التمر واخا. اييه اما كنشريوه جاهز ولا كنقدو في الدار. عندنا شويه ديال اللوز نقلي الهرمه شقيق مثلا، غير شويه ديال الحسنه هكا تقريبا. أيه. ولا كنستعملوا كاكاو. كاوكاو. كاوكاو اييه اللوز ولا كاوكاو. حتى هو مهرمش. نسيو الطريقه ولا نعاود المقادير؟ واخا انا غادي نعاود المقادير. قلتي لنا بالنسبه لهاد مادلين اللي هي ما فيهاش السكر، فيها ثلاثه ديال البيضات، كاس ديال عصير ديال الليمون من الاحسن يكون حلو، وكاس ديال الزيت، وجوج خمارات ديال الحلوه، وجوج معالق كبار ديال الحليب بودره، قبيصه ديال الملح، وقشور ديال الليمونه. وقلتي لنا الدقيق اللي غادي يكفانا باش نجمعوا الخليط ديال هاد المادلين تيكون خفيف، والتزيين كويختات خاصين بالمادلين. وقلتي لنا في الحشوه كاينه العقده ديال التمر، وكاين اللوز مقلي ومهرمش واحد الحفنه صغيره، ولا ممكن نعوضوه بالكاوكاو مهرمش. اي بهذه الطريقه كنضربوا البيض مع الليمون وشويه الملح مزيان، كنضيفوا الزيت شويه شويه. احنا كنقربوا كناخذوا كاس من الطحين كنخلطوا معاه حليب بودره والخميره، وكنضيفوا من الخليط شويه شويه باش ما كيتكور لينا الخليط. اييه بعد كنزيدوا الدقيق بين كاس ونص حتى لسكيتان، المهم تجي خفيفه، لان كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشرب. اييه مهم هاد المادلين كتكون خفيفه. تجي خفيفه. اييه بالنسبه للتمر كنسموه بشويه ديال القرفه، وكنخلطوا معاه ديك الحفنه ديال اللوز. لوز ولا كاوكاو. اييه اي ولا كاوكاو، وكنشكلوا منهم كويرات صغار. كنمرهم في الطحين. اييه باش ما كيهبطوش لينا في لي مادلين اللي كنديرهم. كناخذوا ديك الكويرات هي الخاصين بالمادلين. اييه كندبلوهم، كنصبوا جوج معالق من الخليط، وكنوضعوا ديك الكويره ديال التمر. اييه وكنزيدو شويه ديال الخليط بلا ما كنعمرو دوك الكويغتات باش نخليو فين يطلعو شويه. ماذا كيتنفخو؟ من الفران بحال الكيك عادي. اييه الله يعطيك الصحة. ممكن ملاحظة، ممكن نعوضو التمر بالزبيب. كنرقبو الزبيب ماء الزهر. اييه وبعد كنطحنوه مزيان حتى كنحطو على عجين. وكنخلطو معاه شويه ديال اللوز ولا كاوكاو، كنخلطو هذيك هذاك بيكون سميتو اللوز. سميتو الزبيب والتمر كيعطيو الحلاوه، سميتو كان زعما فيهم السكر. بحال فيهم السكر، حلاوه طبيعيه. بحال فيهم حلاوه. واحد ياخذ القياس ديالو بالنسبه لهاد المادلين. الله يعطيك الصحه، الطريقه ديالهم سهله، وقلتي لنا الكيك هاد المادلين تيكون خفيف. تيكون خفيف هي. واخا. تفضلي الاقتراح الثاني. عندي كوكيز مالح بالزيت الاسود. اييه. نعم 140 غرام ديال الطحين. 100 غرام زبده رطبه. اييه 120 غرام فرماج محكوك. عندنا شويه الملح، عندنا 6 معالق زيت البلديه، عندنا واحد الخماره، عندنا كاس
والزيتون مقطع رقيق الاسود. الطريقه كنخلطوا جميع هاد العناصر وكنشكلوا من العجين كويرات بحال كوكيز وكنبصهم وكندخلهم من الفران، وهذاك القطع ديال الزيتون كيبان لنا بحال الشكلاط كيجيو رائعين. 140 غرام ديال الدقيق الفورص و100 غرام ديال الزبده رطبه و120 غرام ديال الفرماج احمر وقبيصه ديال الملح وصد المعالق ديال الزيت البلديه وخماره وحده ديال الحلوه وكاس ديال الزيتون كحل مقطع رقيق، ياك هادشي كله كنخلطوه وكنديروه يعني حريبلا سطوال بحال كوكيز يعني بالطول. اها وكنقطعهم كندخلهم الى سميتو وكندخلهم الفران عادي. اييه باش كيجيونا شكل دوائر ملي كنقطعوهم. اها اييه غندوز واحد الصابلي بياغورت طبيعي. صابلي بياغورت طبيعي، اييه تفضلي. تا هو بلا سكر، عندنا ربعه ديال الزبده رطبه، عندنا واحد ياغورت طبيعي، شوية الملح، صلاة الحامض، عندنا الدقيق حسب الخليط، هاد الصابلي ما فيه لا خميرة، ما فيه لا خميرة لا بيض، عندنا الحشو، عجين التمر، كنسلوه بشوية ديال القرفة، وواحد كريسة ديال الكرونفل. إييه. عندنا الطريقة، كنخلطو الزبدة مع الياغورت وشوية الملح، صلاة الحامض، وكنضيفو الدقيق حتى كنخليو العجين مرصوفة شوية. ديال عاد ديال لي صابلي. إييه. كنفرحوها بين جوج ميكات. كنفرحوها رقيقة وكنقطعوها بالقطعة اللي فيها جوج جهات، واحد الجهة تكون مقوبة واحد الجهة تكون اييه ملي كنلصق هذيك كنديرو ملي كنلصقو الحلوة الصابلي. اييه واخا ربعة الزبدة رطبة وواحد ياغورت مسوس وقبيصة الملح وقشور ديال الحامضة محكوكة وكندخلو طحين على حسب الخليط يعني حتى كتجمع لنا الصابلي تيكون مرخوف، وقلتي لنا ما فيهاش البيض وما فيهاش الخمارات. لا واخا والتمر قلتي لنا منسم بالقرفة وقبيصة ديال القرنفل. قبيصة ديال نفس بالنسبة لذاك العجين ديال العجين ديال التمر كنفرشو حتى هو بين جوج ميكات وكندهنوه بالزيت. اييه كنهنوه بالزيت. كناخدو دوك القطاعات كنقطعو النص بهذيك اللي عندها هذيك الثقبة ونص بالقطعة العادية. هذا التمر؟ هذا لا لا الصابلي. الصابلي واخا. ملي كيطيب لينا الصابلي ديالنا كناخدو التمر. اييه كنقطعو حتى هو بالقطعة بنفس القطعة العادية قطعنا فيها. دابا صابلي غادي نقطعوه بهذاك المرشم ديال جوج اللي كتكون فيه مثلا مرشم صاين ومرشم فيه حفيره. وقلتي لنا ملي كيطيبوا هذاك التمر كنقطعوه بالمرشم الصاين اللي ما فيه لا حفره لا والو. ايوه العادي. ملي كيطيب لنا كناخذوا ديك القطعه العاديه وكنلصقوها مع القطعه ديال التمر وكنديروا وكنلصقوا عليها ديك القطعه الاخرى اللي عندها ديك سميتو اللي عندها ديك اللي عندها ديك الدويره باش كيبان لينا باش كيبان لينا داك التمر بحال انه الشكلاط. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. سهل وخفيف زوين بحال الا انا دخلنا فيه السكر رغم انه ما فيش السكر. اييه ومزيان حتى الاشخاص اللي عندهم حساسيه من البيض ممكن انهم ياخذوا هذا الاقتراح ديال الصابلي. تبارك الله عليك. مليكه تنشكرك بزاف بزاف على هذه الاقتراحات اللي قدمتي لنا اليوم. و